خروجية عندك لي ديش ايه مكن أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بصدر حال التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمسعد أثناء خدمة شرطة الطريق بالسد الثابت ثنية إفري بالطريق الوطني رقم 1 بان الرابط بين ولايتي الجلفة وورقلة، وبعد عملية تفتيش وتوقيف لسيارة أجرة نوع داسيا لوغان من العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بحوالي 4365 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي جرام مخبأة في حقيبة ظهر أحد الركاب يبلغ من العمر 33 سنة، وهاتف نقال نوع سوني إكسبيريا تم توقيف المعني وتقديمه على الجهات القضائية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.